يا اهلا بيكم، معكم محمد فتحي من قناه كود ستارت، وبنكمل كلامنا عن كورس الفلاتر جوجل مابس. ده الموقع بتاعنا، هتلاقي عليه كل الكورسات كود ستارت. بالضغط على الكاتيجوريز وبعد كده نختار عربي، هنلاقي هنا كل الكورسات موجوده عندنا. لو ضغطنا على كورس الفلاتر عربي، هنلاقي كل الكورسات الخاصه بالفلاتر، منهم كورس الفلاتر جوجل مابس. طبعا في كورسات تانية هنضيفها، هي موجوده اوريدي على اليوتيوب، احنا بس محتاجين نضيفها. فهنتكلم النهارده زي ما بنقول على بنكمل كلامنا عن كورس الفلاتر جوجل مابس، وهنشوف ازاي نرسم بولي لاين على الماب. احنا اتكلمنا في الدروس اللي فاتت قبل كده ازاي نرسم سيركل، ازاي نرسم بوليجون، ازاي نضيف ماركر. دي كلها دروس احنا اتكلمنا فيها في الكورس بتاع الجوجل مابس. النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نرسم بقى بولي لاين، او ازاي نرسم لاين ما بين نقطتين او اكتر من نقطه. وهنشوف الكلام ده هيفيدنا جدا ما نيجي نعمل ابلكيشن زي اوبر او زي كريم او اي ابلكيشن هنستخدم في الماب ونحتاج نعمل تراكنج او تتبع لمسار معين. فانت هتتبع المسار، فانت محتاج ترسم لاين. تعالوا كده مع بعض نبدا نفتح ال في اس كود. ده الفيجوال ستوديو كود، وده البروجكت، كان اخر بروجكت عملناه. طبعا الاكواد كلها موجوده على الريبوزيتوري على الجيت هاب في القناه الكود ستارت على الجيت هاب، هتلاقي كل الاكواد. ده الاخر محاضره اتكلمنا فيها، شفنا ازاي كنا بنرسم سيركل. فانا ممكن اجي هنا واعمل كومنت للسيركل، ادي السيركل هنا مش محتاجين سيركل، فانا هاخد الكومنت ده بالشكل ده كده وهبدأ أضيفه مثلا هنا. يبقى أنا كده لغيت أو عملت كومنت للسيركل. هنبدأ نعرف، أبدأ أن أنا أول حاجة محتاج عشان أبدأ أرسم لاين أو أرسم بولي لاين، محتاج أن أنا أبدأ أعرف الري. الري دي هتخزن بقى النقاط اللي عندنا. فأنا هنيجي هنا فوق مثلا في الاتريبيوتس في الجزء بتاع الكلاس هنا، وهنبدأ نعرف اتريبيوت. اقول له مثلا ليست، هيكون من نوع ليست. الليست دي هتكون نوعها بولي لاين، بولي لاين. والليست اسميها اي اسم، اسميها مثلا ماي بولي لاين، ماي بولي، ماي بولي لاين. طبعا اديها انت اي اسم، وده هتساوي الري. هي انا بعملها الري، وممكن اقول له نيو ليست اوف بولي لاين. ده طبعا جينيريك، اتكلمنا على الكلام ده في كورس الدارت. فانا ممكن اقول له هنا انها تساوي الري بالشكل ده. طيب هنيجي بعد كده هبدا املى الري، هبوبوليت او هسكن او هملى الري دي بالنقاط اللي انا محتاجها. فممكن دي الري فاضيه زي ما قلنا، اهي ده الري اللي هتشيل النقاط بتاعتنا. هنيجي في اي مكان ونعمل ميثود مثلا. تعالوا نعمل هنا ميثود، الميثود دي هسميها مثلا كرييت، كرييت بولي لاين اهي. وفي الميثود دي هبدا ان انا انادي على الاري بتاعتنا اللي اسمها ماي بولي لاين، فاقول له هنا الماي بولي لاين دوت اد، تمام. وهبدا اضيف بولي لاين، فانا هدي له هنا انستنس، هبدا هنا ادي له انستنس من نوع ايه؟ انستنس يعني اوبجكت، اوبجكت من نوع ايه؟ من نوع بولي لاين. فانا عندي كلاس اسمه بولي لاين، هبدا اخد منه هنا انستنس، تمام. انستنس من نوع يا شباب؟ من نوع بولي لاين، تمام. والبولي لاين الكلاس، اي انستنس من نوع مثلا بولي لاين او نوع بوليجن انت هنا، او من نوع سيركل، محتاج تديله اي دي. فاول حاجه محتاجين نديها ان هو البولي لاين اي دي، فهنا هيكون انستنس برضو من نوع بولي لاين اي دي. طب هتعرف ازاي؟ لو انت عملت هوفر هنا على ده هيقول لك انا محتاج حاجه من نوع ايه؟ انستنس من نوع بولي لاين اي دي. فانا هبدا اديله هنا انستنس من نوع بولي لاين اي دي، بولي لاين اي دي، ادي الانستنس. وبالداخل هنا هندي له اي دي وليكن رقم واحد. اي اي دي يا جماعه بيكون يونيك لو انت هتعمل اكتر من بولي لاين. ده كان اول نقطه. بعد كده ببدا ادي له الكلر بعد البولي لاين اي دي، تمام. هنبدا ندي هنا كلر. تعالوا كده ايه نعمل كوما بعد كل كوس، ونعمل سيف عشان يبدا يعمل اوتو فورماتد للكود. ده اول حاجه ادينا له هنا البولي لاين اي دي. بعد كده محتاج هندي له مثلا الكلر، فهنقول الكلر بتاع الخط ده اللي هنرسمه هيكون مثلا colors colors dot blue، هيكون لونه مثلا بلو ازرق. وبعد كده ممكن نديله كمان الويدث بتاع الخط، الويدث هيكون الخط ويدثه قد ايه مثلا، وليكن 3 بكسل.
والنقطة الأهم بقى عندي هنا اللي هي البوينتس، النقاط. هنرسم البوينتس هنا، لو انت عملت هوفر على البوينتس هيقولك البوينتس عبارة عن ايه؟ لستة، يعني أري. فانت محتاج تديله نقاط في شكل أري. فانا هبدأ اديله أري لستة بأبسط طريقة كده، هديله أري اهي. الأري دي هبدأ اديله الايه؟ اللاين. طب انت عارف ان اي نقطة على الماب شرحناها يا جماعة، اي ما تحب اي نقطة على الماب لازم بتحددها بايه؟ بلات ولونج. تمام، يبقى انا محتاج انستنس من نوع ايه؟ من نوع لات لونج. يبقى اي نقطه على الخريطه، اي نقطه على الكره الارضيه لازم ليها خط طول وخط عرض. خط طول وخط العرض اللي احنا عندنا بنسميه لات لونج. لات ايه؟ لات لونج. واي لات لونج بيبقى لها نقطه، يعني لها نقطتين، يعني بتتحدد بيبقى لها يعني قيمتين. القيمه الاولانيه اي نقطه بيبقى لها قيمتين، القيمه الاولانيه اللي هي اللاتيتيود، والقيمه الثانيه اللي هي اللونج تيود. احنا بنسميها لات واللونج. هنبدأ باللات وهنديله مثلا وليكن 29 بوينت، اي قيمة بس تبقى عارفين مكانها فين على الماب، وليكن هنا مثلا 4 اصفار بالشكل ده. ده لسه انا كده. والنقطة التانية مثلا هتكون 3-1 مثلا، بوينت 1-4-9-0-0-0. تمام، دي اول نقطة. هبدأ اعمل نقطة تاني، تعالى كده ناخد انتر هنا، ويبقى الاري بالشكل ده. ونكرر السطر ده تاني كده، نعمل دبليكيت لللاين. والنقطة التانية هتبقى مثلا هنا عند مثلا وليكن مثلا هنا 9 وليكن 0-0-0. والنقطة اللي هنا هتكون وليكن مثلا هنا هتكون، تعالوا نغير ونخليها مثلا بدل ده كده 9 تاني. تمام، يبقى انا كده قدرت احدد اللات واللونج بتاع نقطتين. يبقى انا هرسم على الماب بولي لاين ما بين نقطتين. طيب ده كده احنا قلنا له احنا محتاجين نعمل انستنس من نوع بولي لاين، وادينا له البولي لاين هيبقى عباره عن نقطتين. تمام، هنرسم ما بينهم خط، ممكن يبقى اكتر من نقطة، وتقعد ايه زي ما بنقول انت بتراك كده، بتعمل تراكنج العربية مثلا. هتبدأ تحدد النقاط اللي هيمشي عليها. طيب ده كده كان الميثود اللي هي هتنشئ البولي لاين. بعد كده هبدأ انادي على الميثود دي في الانيت ستيت عشان تبدأ تشتغل. فانا هاجي هنا انادي على الميثود اللي اسمها كرييت بولي لاين. خلاص كده، لان الميثود دي كده كده بتبدا ترن اول ما السكرين بتشتغل، يعني او الابلكيشن بيشتغل بتبدا الميثود دي تشتغل. فانا هنا بانيشالايز باملا، يعني باملا الماي بولي لاين اللي هو الفاريبل ده او الاتريبيوت ده باملاه بالنقاط دي. تمام، فانا هنا اول ما الابلكيشن يبدا يرن هملا الاري دي بالنقاط. يبقى انا عندي اري فيها النقاط بتاعتنا او فيها البولي لاين اللي احنا محتاجين نرسمه. طيب اخر حاجه بقى، هاجي هنا في الماب بتاعتنا اللي هي الانستنس من نوع او الويدجت اللي هي كانت من نوع جوجل ماب. ده الويدجت بتاعتنا. هبدا هنا زي ما كنا بنديها السيركل، هنبدا نقول احنا هنا عندنا بروبرتي اسمها البولي لاين، البولي لاينز. فالبولي لاينز هنا هنديها الماي الانستنس بتاعنا او الاتريبيوت بتاعنا اللي كان اسمه ماي بولي لاين. كنا عندنا اتريبيوت كان اسمه ماي بولي لاين، بس بدا يدينا ايرور. ليه بقى؟ لان انت لو وقفت على البولي لاين هنا بيقول لك انا محتاج البولي لاين يكون نوعها ايه؟ 6. انما انت الاتريبيوت اللي انت كنت عامله، لو انت هترجع معايا كده الاتريبيوت كان نوعه ايه؟ نرجع بس فوق شويه، ايوه الاتريبيوت اهو. تمام، ماي بولي لاين ده نوعه ايه؟ نوع ليست. فهو طالب مننا 6، فانا محتاج احول اكونفرت الليست الى 6. فكل اللي انا هعمله هنا هقول له ماشي تمام، انت معترض عشان ده من نوع ليست، فانت من فضلك هنا دوت تو تو 6. تمام، اهو تو ليست عشان نحولها ليست، هي اوريدي ليست، فانا محتاج احولها لايه؟ الى 6. تمام، وانت اكيد فاهم من كورس الدارت الفرق ما بين الست والليست، الاثنين اري بس انت اكيد عارف الفرق ما بينهم ايه. تعالى كده نسيف ونبدا نرن الابلكيشن. هيبدا يرسم عندنا، لو جينا هنا هيبدا يرسم على الماب بولي خط اهو زي ما انت شايف. الخط عباره عن خط بالشكل ده ولونه ازرق بالشكل ده. تمام، طبعا احنا بنقول لو انت عندك الخط كده اتجاهه كده يبدا يرسم وتعمل تراكنج زي ما بنقول، تعمل تتبع لسياره من مكان معين وانت بتتبع. وان شاء الله هنشرح الكلام ده في الابلكيشن اللي هنعمله دلوقتي. تعالوا نشوف ازاي ممكن كمان اتحكم في الخط ده، اخليه بدل ما هو خط مستقيم كده اخليه نقاط او دوتس، يعني اخليه داش
داش د او اخليه دوت. دوت يعني نقاط كده او شروط صغيره. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ لو رجعنا على الميثود بتاعتنا واحنا بننشئ بننشئ البولي لاين. كان عندنا الميثود اللي اسمها كرييت بولي لاين اهي، وانا كنت بقول له بولي لاين دوت اد، وادي الانستنس من البولي لاين. الانستنس ده ممكن كمان اجي مثلا هنا واقول له احدد حاجه اسمها الباتر، تمام. هقول له هنا الباتر، والباتر هنا هتكون عباره عن اري، وهقول له هنا انا محتاج الباتر ايتم دوت، اهو اقدر اقول له دوت دوت يعني نقاط، او اقدر اقول له داش داش يعني شرط. فهقول له داش انا عاوز الباترن دي تكون داش، ومثلا البوينت بتاعتها الداش قد ايه، اتساع الداش، الويتس او يعني الطول، الطول بتاع الداش، الشرطه الواحده طولها قد ايه، ده اللي انا بحدده. طيب النقطه الثانيه، طيب الشرطه ما بين الشرطه والثانيه مسافه قد ايه، ده اللي هو النقطه الثانيه. بقول له الباترن ايتم دوت الجاب، الجاب المسافه ما بين كل شرطه والثانيه، وليكن مثلا نقول له 10 بكسل حاجه زي كده. لو عملت سيف و سيف وعملت رن مره ثانيه هيبدا يظهر الماب بالشكل ده. هتلاقي بدل ما هو خط مستقيم كده اصبح خطوط اهي متقطعه. هو ده الباترن اللي عملناها على البولي لاين. بكده يكون وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة. ما تنساش دعمنا بنشر القناة ونشر الويب سايت بتاعنا كوت ستارت، وتسيب تعليقك أسفل الفيديو ولايك للفيديو، ده بيكون من أكبر دعم لينا. وهتلاقي الكود زي ما قلنا موجود عندنا على كوت ستارت على الجيت هاب. نشوفكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.